اهلا بيكم مع كايرو دار، ونكمل المئة سؤال فلسفه اللي مش هيخرج عنهم الامتحان باذن الله. سؤالنا الاول بيقول: اذكر وجهه نظر جابن بن صفوان في حريه الاراده الانسانيه. جابن بن صفوان كان ليه موقف من مشكله حريه الاراده الانسانيه. جاب قال ان الانسان مجبر، صح كده؟ هو ده موقفه من الحريه. تعال نشوف مع بعض الاجابه بتاعتنا بالتفصيل. جابن بن صفوان قال إن الإنسان مجبر في أفعاله، بمعنى نفى جهم عن الإنسان أي قدرة، أي حرية، أي استطاعة، ووصف الإنسان كالريشة في مهب الريح. قال كمان إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى الله يخلق أفعال العباد لأنه الخالق الوحيد، وتنسب الأفعال إلى الإنسان مجازا، كما يقال أثمرت الشجرة، أمطرت السماء، فلا فعل ولا عمل لأحد غير الله، فالله وحده هو الذي يوصف بأنه قادر ومحيي ومميت. واخيرا قال الثواب والعقاب جبر. ثواب والعقاب ليه التكليفات. ابليس كافر ولم يزل كافر، والانبياء انبياء، ونحن منفذين لمشيئه الله. كل هذه الاشياء مقدره سلفا. طب ما تيجي نسال جهم نقول له ايه هي المبررات اللي خلتك تقول كده. جهم قال لي ايه؟ قال لي لو انا قلت ان الانسان حر يبقى معنى كده ان الانسان بيخلق فعله، يبقى معنى كده ان في خالق غير الله سبحانه وتعالى، وده بيتنافى مع الوحدانيه، ده اسمه شرك بالله. اثنين، اعتمد على بعض النصوص الدينية، بسم الله الرحمن الرحيم، والله خلقكم وما تعملون، ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. مجبر، قرآن في نص صريح بيقول إن أنا مجبر. يبقى معنى كده إن جهم الداني مبررين لجبرية الإنسان. طيب تعال نشوف مع بعض المنهج اللي كان بيستخدمه جهم ابن صفوان. جهم ابن صفوان كان بيعتمد على تفسير النصوص الدينية، كان بيعتمد على تأويل النصوص الدينية عشان يثبت بيها وجهة نظره. طيب ايه الميزة اللي عند جهم؟ ميزة جهم ان هو جعل الله وحده هو خالق كل شيء. انما ايه العيب اللي عنده؟ ايه العيوب بتاعت جهم؟ سلب الحرية من الانسان فسقطت التكليفات. سؤال جديد ومعلومة جديدة. سؤال بيقول لي: ارتجزت المعتزلة على العقل في تناولهم لمشكلة حرية الارادة الانسانية. وضح. هنا بنتكلم على فرقة تانية وهي فرقة المعتزلة، وقلنا بتنسب هذه الفرقة إلى واصل ابن عطاء. واصل ابن عطاء وفرقته المعتزلة اعتمدوا على مبدأ اسمه العدل الإلهي. قال إيه واصل؟ الله كامل، الله عادل، الله لا يرضى بالظلم. الله كامل، الله عادل، الله لا يرضى بالظلم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حين يصدر الأوامر يعطي الإنسان القدرة على تنفيذها، إن نفذها الإنسان أثابه الله، وإن خالفها استحق العقاب. يبقى معنى كده إن عند واصل ابن عطاء الإنسان حر بس بحدود. طب إيه المبرر يا واصل اللي خلاك تقول الله كامل، الله عادل، الله يرضى لا يرضى بالظلم إلى آخره؟ قال لي إيه؟ لو انعدمت هذه القدرة فالتكليف سوف يسقط، لأنه لو كان الإنسان مسلوب الإرادة، لو كان الإنسان مجبر، فلماذا يعاقب رغم أنه ما عندوش إرادة؟ لو الإنسان ما عندوش إرادة، لو الإنسان مجبر يتعاقب ليه؟ طيب جهم كان بيعتمد على منهج اسمه المنهج النقلي، إنما واصل ابن عطاء بيعتمد على منهج اسمه المنهج العقلي. استخدم العقل استخدام واسع واعتمد على الحجج العقلية. طيب إيه الميزة اللي عند واصل؟ قرروا حرية العبد وتحملوا مسؤولية أفعاله. إنسان حر يبقى مسؤول عن أفعاله. وخلي بالك، وجود التكليفات بتبرر وجود القدرة المحدودة من عند ربنا سبحانه وتعالى، القدرة التي خلقها الله في الإنسان لكي ينفذ هذه التكليفات. طيب واصل ابن عطاء في عنده عيب في النظرية بتاعته، اللي هو قال إن الإنسان خالق مثل الله. ما هو قال إن الإنسان حر، صح كده؟ يبقى معنى كده ان الانسان هيصبح خالق مثل الله. سؤال جديد ومعلومة جديدة بيقول لي: اذكر مبررات الاشعري في ارائه الدينية. خلي بالك انا هنا ما بقولكش اشرح رأي الاشعري او ايه هو الرأي الاشعري، بقولك ايه المبرر اللي خلى الاشعري يقول ارائه الدينية. الاشعري كان عايش في عصر تنازعت فيه الفرق الاسلامية، كان عايش في عصر جهم وفي عصر بتاع واصل. حصل حرب ما بين الفرق، كل فرقة بتكفر الفرقة التانية. العامة أصبحوا لا يعرفون أين الحقيقة. حاول الأشعري لم شمل المسلمين على رأي واحد يتفق مع تعليم الدين الإسلامي.
يبقى معنى كده المبرر اللي دفع الأشعري ان هو يقول آراءه الدينية عاش العصر الذي تعددت فيه الفرقة الإسلامية واتهمت كل فرقة الفرقة الأخرى بالكفر وتحاربوا مع بعضهم البعض مثل الخوارج والشيعة. ده أدى إلى إيه؟ أدى إلى تشتت المسلمين، والعامة بقول لك أصبحوا لا يعرفون أين الحقيقة، فين الحقيقة. حاول أبو الحسن الأشعري لم شمل المسلمين على رأي واحد وفي نفس الوقت يتفق مع تعليم الدين الإسلامي. طب إزاي أحل المشكلة دي؟ قال أنا هعمل موقف توسطي ما بين الحرية وما بين الجبرية. سؤال جديد ومعلومة جديدة بيقول لي حدد موقف الأشعري من الجهمية والمعتزلة في تناولهم لمشكلة حرية الإرادة. الأشعري في البداية عمل إيه؟ نقد موقف جهم ونقد موقف واصل. نقد جهم وقال الميزة والعيب، نقد واصل برضو قال الميزة والعيب. ايه الميزة اللي كانت موجودة عند جهم؟ ميزة جهم ان هو جعل الله وحده خالق كل شيء، انما العيب اللي عنده سلب الحرية فسقطت التكليفات. تعال نشوف واصل. نقد واصل في ايه؟ انت كده خليت الانسان خالق مثل الله، انما الميزة اللي عندهم ان حرية العبد تبرر نزول التكليفات من الله وتبرر الثواب والعقاب بعد تحمله مسؤولية الاختيار. يبقى معنى كده ان الاشعري نقد جهم ونقد واصل، قال الميزة وقال العيب عند جهم وعند واصل. سؤال جديد ومعلومة جديدة، سؤال بيقول لي حدد معنى الكسب الاشعري. ايه المقصود بكلمة الكسب الاشعري؟ الاشعري قال جملتين، قال الله يخلق افعال العباد لانه الخالق الوحيد، ولكن الفعل من اختيار الانسان والقدرة على تنفيذه تكون من عند الله. بمعنى لما الانسان بيختار ان هو يعمل اي فعل ربنا بيديه القدره اللي ينفذ بيها الفعل، ربنا بيديه الوسيله اللي ينفذ بيها الفعل اللي هو اختار. يبقى معنى كده ان الكسب معناه ايه؟ الكسب معناه الاقتران، الكسب معناه التلازم بين اراده العبد من جهه وبين خلق الله سبحانه وتعالى للفعل من جهه اخرى. ولكن الله لا يخلق الفعل الا لحظه اختيار العبد للفعل، ربنا بيمد العبد بالوسائل بالقدرة لحظة اختياره للفعل. يبقى معنى كده يكون الثواب والعقاب قائم على العدل الإلهي. ليه؟ لأن الفعل كان من اختيار الإنسان والرغبة والنية والاختيار كانوا من عند الإنسان، وبالتالي يبقى الإنسان مسؤول عن أفعاله، أما خلق الفعل فيكون لله وحده. سؤال جديد ومعلومة جديدة بيقول لي اتخذ ابن رشد موقف المدافع عن الفلسفة في عصر ناقش. كلنا عارفين أن في عصر ابن رشد كان موجود الإمام الغزالي، والإمام الغزالي بعد رحلته من الشك إلى اليقين كان ليه موقف من الفلسفة. عمل إيه الغزالي؟ كفر الفلاسفة المسلمين اللي تأثروا بالفلسفة اليونانية وألف كتاب اسمه تهافت الفلاسفة. هذا الكتاب أحط من قيمة الفلسفة، كفر الفلاسفة المسلمين اللي تأثروا بالفلسفة اليونانية. طبعا هو كان يقصد بالمقولة ديت مين؟ ابن رشد، لأن رشد هو الشارح الأكبر ليه فلسفة أرسطو والفلسفة اليونانية. ابن رشد يسكت؟ لا طبعا. ابن رشد عمل ايه؟ دافع عن الفلسفة، حاول ابن رشد ان يعيد الفلسفة الى مكانتها الطيبة، حاول ابن رشد ان يدافع عن الفلسفة وألف كتاب تاني اسمه تهافت التهافت، واصبح اشهر مدافع عن الفلسفة. طيب انت ليه ابن رشد بتدافع عن الفلسفة؟ قال الدين الاسلامي بيدعو الى التفكير والفلسفة ايضا بتدعو الى التفكير، يبقى الفلسفة عبارة عن نظر عقلي لا يتعارض مع تعليم الدين الاسلامي. معلومة جديدة وسؤال جديد بيقول لي لا تعارض بين الدين والفلسفة في رأي ابن رشد، هل تؤيد ولماذا؟ طبعا اؤيد. ليه؟ ابن رشد بيقول لك اعتمد في دفاعه عن الفلسفة على التوفيق بينهما بين الدين، وألف كتاب اسمه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال. فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال. الفلسفة والدين الاثنين هدفهم واحد، الاثنين هدفهم اعمال العقل. الدين الاسلامي حث المسلمين على التفكير في الوجود وهو ده اللي بتقوم بيه الفلسفة، يبقى معنى كده لا تعارض بين الدين والفلسفة. طيب ما تيجي نشوف مع بعض موقف ابن رشد من جهم وواصل والاشعري. سؤال معايا بيقول لي ايد ابن رشد موقف جهم ابن صفوان وواصل والاشعري في مشكلة الحرية، علل صحة او خطأ العبارة. العبارة خطأ. ابن رشد نقد المتكلمين، ابن رشد نقد المتكلمين. طب تعال نفتكر مع بعض جهم كان بيقول ايه. خلاصة رأي جهم كان بيقول الانسان مجبر لا ارادة له ولا اختيار، الله هو خالق كل شيء. ابن رشد بينقده بيقول له ايه؟ لو انا قلت زيك ان الانسان مجبر هنا سوف تسقط التكليفات، ولو قلت ان ربنا سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء انت كده خليت الانسان مثل الجمادات لا ارادة عند الانسان.
ناقد ابن رشد موقف واصل ابن عطاء. طب هي واصل والمعتزلة كان بيقولوا ايه؟ كان بيقولوا ان الانسان خالق افعاله ورب مصيره. طب تعال نشوف ابن رشد نقدهم قال لهم ايه. قال لي هنا سوف تتم افعال على غير المشيئة الالهية، ويبقى ايضا في خالق غير ربنا سبحانه وتعالى. اخر واحد هينقده ابن رشد وهو الاشعري. الاشعري كان بيقول الفعل من اختيار الانسان، لكن القدرة على التنفيذ تكون من عند الله. تساءل ابن رشد، ابن رشد بيسأل الاشعري بيقول له ايه، كيف يحاسبنا الله على افعال نفذها الله بنفسه؟ ازاي ربنا يا ابن رشد يا اشعري يحاسبني على فعل ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقه، ربنا هو اللي نفذه؟ يبقى ما ينفعش هنا المسؤولية تبقى على الانسان فقط، كده المسؤولية بيشترك فيها الله وبيشترك فيها الانسان. اذا التوسط ليس له وجود حقيقي زي ما شفنا مع بعض. يبقى كده ابن رشد نقد جهم ونقد واصل ونقد الاشعري. سؤال جديد بيقول لي ترتبط الافعال الانسانية عند ابن رشد بعالمين اساسيين، دلل بمثال. ابن رشد لما جه يتكلم على مشكلة الحرية والإنسانية قال واحد صعوبة المشكلة، صعب ان انا اناقش مشكلة الحرية والجبرية في ظل تعاليم الدين الإسلامي. اتنين نقد الفرق السابقة زي ما شفنا في السؤال اللي فات. تلاتة عمل موقف توسطي او وجهة نظر توفيقية. ميز ابن رشد بين عالمين اساسيين، واحد اسمه العالم الداخلي اللي هو عالم الارادة، اتنين اسمه العالم الخارجي اللي هو عالم القدر. ايه الموصوف بكلمة العالم الداخلي؟ هذا العالم متروك امره للانسان يفعل ويختار فيه ما يشاء من افعال، ولكن في حدود الاسباب التي قدرها الله. اسمه عالم داخلي، اسمه عالم الارادة، اختار فيه اي حاجة انا عايزها بس في حدود الاسباب التي قدرها الله. تاني عالم معنا وهو العالم الخارجي اللي هو العالم ما يسمى بالقدر. هذا العالم هو الذي قدره الله بمشيئته ووضع فيه الاسباب والعوائق اللي احنا بنسميها باسم القدر، اللي هي قوانين الكون التي يسير عليها الكون وفق ارادة الله. خلي بالك من حاجة، ابن رشد ميز ما بين عالم داخلي وعالم خارجي. بعد ما قال في عالم داخلي وعالم خارجي، عالم الإرادة وعالم القدر، ربط ابن رشد بين هذين العالمين. فالفعل الإنساني لا يتم إلا بارتباط العالمين، وارتباط العالمين بيحقق حرية الإنسان دون تعارض مع مفهوم القدر. يبقى معنى كده إن الإنسان حر عند مجبر بس بحدود. إيه اللي بيحد الحرية بتاعتي؟ اللي بيحد الحرية بتاعتي هو عالم القدر. وبكده نكون خلصت جزئيتنا، نشوفكم في جزئية جديدة مع كايرو دار.